مرحبا بكل مستمع مستمعات دائما على شاده اف ام الاذاعه الايجابيه. مرحبا بالكل، مرحبا بالتواصل التفاعل ديالكم دائما على الرقم اللي هو 0522 36 05 36. مازال برفقتنا الدكتوره سناء مطيع اللي متخصصه بامراض الجهاز الهضمي وامراض الكبد. كنتكلموا على البواسير، كنتكلموا على الاسباب او تكلمنا على الاعراض ديالها، شفنا كذلك شنو هما البواسير لما تيجيو. توقفنا عند الوراثه وقلنا انهم حاله وراثيه كيقدروا يتوارثوا، غير هو الانسان الا كانت العائله ديالو ولا شي واحد في العائله عنده ديجا، واش ممكن اننا نشوفوا المساله ديال انه يقدر يوقي نفسه قبل او لا؟ وي بطبيعه الحال الوقايه كتلعب دور كبير كما قلت في المراحل الاولى. كاين واحد المراحل اللي الوقايه ما كتبقاش، يعني ما كيبقاش شي فائده، ولكن جميع الحالات خصنا نديروا بعض الطرق اللي كتعاوننا باش ما تاغرافاش لينا الحاله ديال البواسير. الوقايه كتبدا من الاكل اول حاجه، القبط ما خصناش خصنا نبعدوا منه. دونك القبط يعني الواحد خصو يبعد من الامساك بجميع الطرق، بالاكل، يشرب الماء بزاف، يشرب ياكل الخضر الفواكه الماكولات اللي فيها الالياف، يعني ياخذ زيت البلديه، يحاول يتحرك، المشي والرياضه مهمه بزاف باسكو الا ما كانش كيتحرك الامعاء ديالو ما كيتحركوش، دونك القبض تيكون بكثره. يشرب كما قلت الماء بزاف ويكثر من الخضر والفواكه، هذه بالنسبه للقبض. بالنسبه للاسهال، يحاول، كاين بعض الناس اللي كياخذوا بشكل مزمن الادويه ديال، كيكون عندهم قبض كياخذوا بشكل مزمن الادويه لي لاكساتيف، دونك كيولي الكرش ديالهم خفيفه دائما وهذا كيهيج البواسير بيان سور اثر عكسي، دونك حتى هما خصهم ينقصوا منه. الناس اللي كما قلت الماكولات، هادشي كاع اللي هضرنا عليه ديال الحار، ديال القهوه، ديال النيكوتين، الناس اللي كيدخنوا، الناس اللي لا بوزيسيون اسيس بزاف، هادشي كامل، هادو كاملين طرق ديال الوقايه من البواسير باش الواحد ما يعني على الاقل ما ياغرافيش الحاله ديالو. اما هما البواسير راه اون فوا تتكونوا يعني غالبا ما ترجعوش باللور. نعم هذا واحد. نتكلموا حتى المساله ديال الوزن. السمنه واش كتدخل ولا لا؟ الا سمحتي ناخذ مكالمه تقدر تعمل كاسك وتنقص على حسب الدوغري اللي بغيتي. الصوت ناخذ مهدي. مهدي السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل مهدي. صباحكم مبروك. الله يبارك فيك، مرحبا. الله يخليك. تنهضر معكم انا من خريبكة. انا عندي واحد المشكل في المخرج ديالي، عندي القريف، نقدر نوض في الليل ونمشي ندخل التواليت باش نعاود ما يبقاش ليا ديك القريف. القريس ودوزت درت هذاك سميتو هذاك التيولجي من الفم وما كاين والو، والدواء وعطوني واحد البوماده وما كاين والو. نعم درتي ديال المعده؟ درت درت يود المعده. وكنت تاع الدكتور حمدادي الله يرحمه، هو قال لي ما عندك والو غير بحال الحساسيه وباقي لا ميم شوز. نعم دابا واش الحكه ولا القريس؟ القريس نكون قنار هذوك دابا يقدر يجيني قريس. لا قدرت تسولي. واش عندك القبض؟ واش عندك القبض؟ لا ما عنديش القبض، عندي كلشي. عافاك الميكرو سناء. واخا والقريس واش يكون عندك؟ يعني ما كتكونش، ما عندوش علاقه مع المرحاض، يعني ما عندوش علاقه انك دخلتي التواليت حتى كتخرج عاد كيكون القريس، يعني كيكون واخا تكون غير جالس. صارتو نكون جالس نكون غادي ما سميتوش شنو قريس، ونقدر مثلا بالليل الصباح يصبح بزاف كاع. واخا والقريس تيكون من الداخل، كتحس به داخلي ولا خارجي؟ لا لا برا برا. وما تيكون حتى شي حاجه كتهبط لك، يعني ما عندك لا دم لا تما لا ما كيخرج لا حتى شي حاجه؟ لا 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 ما عندي لا دم لا حتى شي حاجه. الا حكيت وسميتو تقدر تكون شي نقيطه ديال الدم خفيفه ماشي بزاف. نعم فوالا دونك هذاك واضح. واضح السؤال ديالك. حتى الاخر ديال الفقره عاد كنجاوبوا على الاسئله. مشكور بزاف مهدي على السؤال ديالك، وتحيه لك وتحيه للساكنه دمدينه خريبكة، واكيد مرحبا بالاسئله ديالكم على الرقم اللي هو 0522 36 05 36. كيف متعودين دائما كنجاوبوا على الاسئله في اخر الفقره باش هكذا كناخذوا اكبر كم يعني من الاسئله والمكالمات. سمنه أو زيادة في الوزن. سمنة زيادة في الوزن بحالها بحال القبض الا بغينا نقولوا، باسكو الزياده في الوزن كيكون ضغط على البيريني، كيكون بحال لا غروسيس بحال الحمل. داكور دونك زياده الوزن الحمل لهادشي كامل كيكون عنده ضغط على البيريني على المخرج وعلى ديك المنطقه كامله، دونك كي اغرافي بيان سور الناس اللي عندهم البواسير. هادشي اللي كاين، يعني كنشوفوا ان الا جينا ماشي باردون سمحي لي هو ماشي عامل مباشر، يعني ماشي اي واحد عنده سمنه راه عنده البواسير. نو لوان دو لا، غير هو الناس اللي كيكون عندهم كما قلنا ديجا كاينين البواسير والقابليه وكيتزادوا في الوزن
هادشي سا غاف. اولا الناس اللي عندهم العامل الوراثي كيف قلتي خاصهم دائما انهم يشوفوا الوقائيات من البدايه. هنايا ملي كنتكلموا على الوقائيات وكنتكلموا على بزاف ديال الحاجات، مازال غنرجع معاك ونشوف ربما الطرق ديال التشخيص. امتى الناس بعدا كتمشي تشخص؟ واش فعلا ان الناس وعات الان ان خاصها الا شافت شي حاجه على هذه المستويات خاصها تمشي تشخص مباشره، اولا مازالين كنمشيو بين قوسين فيما يسمى دوات العرب وغيرها وبزاف ديال الحاجات، لو ما ديريش هذه وديري هذه وبزاف ديال المسميات كنسمعوا غنشوفوها معك دكتور سناء مطيع وكل مستمع.